الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الكثير من المحبين يسألون هل هناك فرق واضح أو فروق واضحة ما بين صلاة الرجل والمرأة؟ يعني هل الرجل هيئة الصلاة تختلف عن هيئة المرأة؟ أولا، لا خلافة ولا اختلافات كبيرة بين الاثنين، ولكن في بعض الأشياء التي سوف نوضحها. أولا، يشتركان في مسألة ستر العورة، لكن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة جسدها كله ما عدا الوجه والكفين، وعند البعض ظاهر القدمين. فيستحب للمرأة أن تستر قدميها عند وهي تصلي، عشان نطلع من خلال نخرج من خلاف الفقهاء. الأمر الثاني، يمنع بعض الفقهاء وجود النقاب التي هي الأخت المنتقبة أو المصلية المنتقبة، وهو ما يغطي الوجه، فيعني لا يجيزون الصلاة بالنقاب. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، في مسألة الجهر، أن المرأة ما بين الإخفات في صلاة الصبح وركعة المغرب وركعة العشاء، يعني يفضل الإخفات ما بين الإخفات والجهرية، أو ما بين الإخفات والجهر. هذا الأمر الذي يليه. الأمر الآخر أيضا، أن المرأة إذا صلت مع الرجل، يعني زوجها، ابنها، أخوها، يعني أحد محارمها، أن تصلي خلفه. وإذا صلت في صلاة الجماعة فالرجال ثم الصبيان ثم النساء. هذا هو الأمر الذي يليه. إذا صلت المرأة مع أخواتها تصلي وسطهن وليس أمامهن، هذا أمر آخر. الأمر الثاني، إذا الرجل إذا ركع وجب عليه أن يركع، يعني ويضع يديه على ركبتيه، يعني بهذا المنطق، الله أكبر، ركبتيه. لكن المرأة يجوز لها مجرد أن تضع لديها على فخذيها فقط، لا داعي للانحناء الكبير. الرجل يجب أن يكون 90 درجة، المرأة يجوز لها أن تضع يديها على فخذيها فقط، لا داعي لأن تضع يديها هكذا. هذا أمر. الأمر الثاني، أن الرجل عندما يصلي يوسع ما بين، عندما يركع يوسع هكذا ما بين ذراعيه وجسده، المرأة تضم، هذا أمر آخر. أيضا في مسألة السجود، إذا سجدت المرأة فيعني إذا سجد تضم يديها إلى جسدها، أما الرجل يوسع ما بين جنبيه هكذا، لكن المرأة تضم هكذا. فهذا يعني تقريبا أكبر الفروق أو أوضح الفروق ما بين صلاتي الرجل والمرأة. وربنا يتقبل من الجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.